psychologiquement aussi fort et il ne faut plus parler des choses qui sont passées. هو السؤال كان طبعا بيشكره على اعتذاره على التاخر وبيقول انت ازاي قدرت تاهل لعيبتك نفسيا بعد هزيمه السنه اللي فاتت خصوصا ان سان داونز لعبوا كره سريعه وكرتهم عندهم كره كويسه متميزه فالاجابه بيقول دلوقتي انتوا عارفيني كويس انا ما بحبش اتكلم عن الماضي ماليش دعوه باللي فات انا بتكلم في الحاضر وانا لعيبتي اصلا مؤهلين نفسيا كويسين وانا يعني مستعدين نفسيا للمباراه وجاهزين لمباراه سان داونز فما عنديش مشكله في ده. sont très importants mais sauf si les joueurs sont aussi professionnels si les joueurs de temps en temps jouent pas. هو السؤال بيقول حضرتك قلت في المؤتمر اللي فات ان اللاعبين اللي ما بيلعبوش كبار السن او اللاعبين اللي ما بيلعبوش عندهم مشاكل طبعا تقبل القرارات الفنيه يا ترى حاجه زي كده ممكن تاثر او تخلق جو وحش في اوضه اللبس تاثر على اللعيبه في الملعب فهو بيجاوب بيقول لا طبعا ما ياثرش طبعا لان طبعا اي لعيب ما بيلعبش بيكون متضايق واذا انتوا كصحفيين بتتكلموا مع اللعيبه ما بتلعبش الكبار عشان يعني ده ممكن يخلق نوع من انواع المشاكل اهم حاجه بشتغل مع اللعيبه المحترفه اللي بتتقبل القرار الفني وبتدي في الملعب يا ترى 90 دقيقة كافيين هما الماتش الذهاب كافي للتأهل ولا لازم ننتظر ماتش العودة؟ فبيقول برضه أنا بستغرب شوية من بعض نظرة بعض الماتشات ما بتتشافش كده، الماتشات القوية المفروض نبصها بصة مختلفة، الكل دلوقتي بيقول إن مدير الفني سان داونز بيقول إن إحنا المرشحين أو إحنا المؤشرين إن نتأهل، لا أنا شايف إن هو فرقته قوية جدا، دي فرقة كسبتنا السنة اللي فاتت مجموع الأكونيشن دول ماتش على بعض، الماتشين على بعض 5-1، والسنة اللي قبلها كسب الشامبيونز ليج وكسبوا كذا بطولة دوري، فرقة قوية جدا فما ينفعش نقول إن الفرقة دي ممكن نكسبها من أول لاج من أول ماتش، لازم ننتظر 180 دقيقة، فلازم نفكر إن الماتشات الكبيرة دي في دور ربع النهائي لبطولة أفريقيا صعب تتحسب من مباراة الذهاب. هو السؤال كان طبعا تعرف ككوتش فايلر تعرف ان قد ايه البطوله دي غايبه عن النادي الاهلي وقد ايه غاليه بالنسبه للجماهير ازاي قدرت تعد لعيبتك وتبعد ترفع الضغوط النفسيه اللي عليهم وضغط الجماهير وازاي تعدهم للمباراه دي قال تقريبا جاوب تقريبا على السؤال ده قبل كده الاجابه الابكيه كانت متضمنه لاجابه السؤال ده ان الماتش ده طبعا ده هدف بالنسبه لنا وحلم ان نحقق بس هي مش بالحلم بس هو بالاداء في الملعب كلنا عندنا الطموح ان احنا نعمل حاجه زي كده ده بيجي باللعب السريع والتواجد في الالتحامات والاداء الفني العالي في الملعب عشان تقدر تترجم ده لادائه في الاخر برده في حاجه اسمها نسبه حظ بتكون موجوده لازم يكون معاك توفيق من عند ربنا عشان ربنا يوفقك وتكسب كل دي عوامل بتساعد ان احنا نحقق الهدف ده مش بس الضغوط النفسيه الضغوط النفسيه ما بتعملش حاجه انا لعيبتي لعيبه كبيره ومفيش عليها ضغوط نفسيه ومستعده تماما للماتش وداخله نفسيا مستعدين للمباراه فاضل بقى ترجمة الأوامر أو التعليمات الفنية في الملعب وتنفيذها بشكل جيد والتوفيق في الآخر. طيب هو السؤال كان طه رمضان صبحي جاهز بدنيا وطبيا للمشاركه في المباراه بعد بكره الذهاب قدام سان داونز ولا لا والجزء الثاني من السؤال يا ترى سمعنا ان صالح جمعه ممكن يرجع ده كلام صحيح ولا لا سمعنا في جلسه تفاهم حصلت بينك وبينه فجاوب بالجزء الثاني من السؤال قال موضوع صالح جمعه ده مش صحيح ما حصلش اي كلام بيني وبينه يعني مش موجود معانا وبالنسبه لرمضان للاسف مش هيكون جاهز معانا ومش هيكون يعني مستعد انه يشارك المباراه الجايه هيكون جاهز قبل الصبح جاهز للماتش العوده ولا لا ما اقدرش اجاوبك دلوقتي هو مش جاهز للماتش الذهاب هنشوف بعد كده بعد الماتش الذهاب يوم بعد يوم يا ترى حالته هتتحسن ولا لا وهيبقى جاهز للماتش العوده ولا اصابه رمضان صبحي وقالوا ان هيرجع يوم 13 فبراير وما رجعش وقالوا في الاصابه اتجددت واحنا عايزين نعرف الموضوع ايه بالظبط عشان الجماهير بتسال عن النقطه دي تهمها الاجابه بتاعته طبعا احنا كلنا متضايقين اصابه رمضان صبحي دي اصابه عضليه واصابه عضليه صعب تحدد بالظبط ترجع امتى بتحتاج وقت لغايه لما تخف ويحصل استشفاء فاحنا كلنا متضايقين طبعا منتظرين لغايه لما 100% يشارك وطبعا حاجه زي كده مضايقانا ومنتظرين لغايه ما يرجع ما اقدرش اقول لك يرجع امتى